السلام عليكم متابعي قناة كليكت ميديا، وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد حصريا وقبل الجميع. الحلقة 13 من مسلسل باب الحارة جزء 12 متوفر الآن على تطبيق شاهد شامي، رابط تحميل التطبيق بالوصف أسفل الفيديو. ولأي شخص بيعاني من أي مشكلة في تطبيق شاهد شامي، سواء تأخر في الحلقات أو خطأ في التحميل أو أي مشاكل، بيقدر يتواصل معي عن طريق الواتساب. رابط التواصل معي على الواتساب موجود في الوصف أسفل الفيديو. وهذا كان فيديو اليوم، بتمنى يكون الفيديو عجبكو. لو عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو وادعمنا باشتراك في القناة. اشوفك الفيديو الجاي، سلام عليكم.